يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول علي كفارتا يمين ومعي بعض المال، لكنني بحاجة إليه ولا أستطيع أن أكفر به، فهل علي الصيام أم يجب علي أن نعم عليك الصيام إذا كان ما عندك شيء زائد عن حاجة تطعم فتصوم، أمن لم يجد فصيام 3 أيام، وأنت غير واجد زائد عن حاجة. نعم.